خلال جولة تفقدية، رئيس الوزراء يؤكد حرص الدولة على تطوير القاهرة التاريخية دون المساس بتراثها. الرئيس الروسي يتعهد بالقضاء على العصيان المسلح لمؤسس قوات فاغنر، وترقب في الأوساط الدولية للتطورات. مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف القتال في السودان وحماية المدنيين. الثالثة مساء في القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن مقابر الخالدين ستكون بديلاً لمقابر صلاح سالم، والتي أصبحت لا تصلح لعملية الدفن، موضحاً أنه سيتم تطوير منطقة المقابر وإنشاء حدائق ومتنزهات أو مجموعة من الطرق والخدمات. وأضاف مدبولي في تصريحات عقب تفقده مقابر صلاح سالم أنه سيتم إنشاء مقابر الخالدين وتطوير المنطقة تنفيذاً لتكليفة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أنه لا يجوز ترك هذه المنطقة دون حلول، مبينا أن طبيعة المنطقة كونها منخفضة تجمع المياه وهو ما يؤثر على المقابر. احنا بنوفر بديل إنساني وديني ويعني يقدر ان هو يراعي حرمة يعني موتانا، وده الحقيقة الدولة المصرية فعلا موفرة النهاردة على الطرق السريعة، وبدأت فعلا عمل حصر، وفي النهاردة اكتر من 20,000 مقبرة انشئت وحتنشأ في خلال الشهور القليلة القادمة، علشان تبقى بديل ان احنا ننقل الاماكن اللي هي خلاص اصبحت واضح تماما زي ما حضراتكم شايفين انها لا تصلح لعملية الدفن. هي دي النقطة اللي لازم كلنا ناخد بالنا منها. طب هو ايه اللي هيتعمل هنا؟ اللي هيتعمل هنا في اطار نفس التخطيط، ان احنا لان طبعا دي من الناحية الدينية ودي درسناها، ما ينفعش يتعمل فوق المقابر القديمة غير يا اما حدائق ومتنزهات او مجموعة من الطرق او الخدمات، مش خدمات مبنية، ما فيش حاجة تتعمل، ممنوع ان نبني اي مباني، عشان أأكد هذا الموضوع. قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إنه سيكون هناك بدائل للتعامل مع المقابر التي لم يتم نقلها والتي لا تدخل ضمن التطوير. شدد رئيس الوزراء عقب تفقده مقابر صلاح سالم على أن الحكومة حريصة كل الحرص على تراث مصر والمحافظة عليه. هل كلنا شفنا مقبرة الزعيم الخالد أحمد عرابي اللي كلنا يعني شوارع ورئيسية في كل مدننا النهاردة؟ يعني باسم هذا الزعيم الخالد اللي كلنا درسناه في كتب التاريخ، شفنا المقبرة عاملة ازاي؟ يعني هل يعقل ان احد اهم زعماء مصر يبقى دي مقبرته؟ فهي دي كانت توجيه سيادة الرئيس، يتعمل مكان او منطقة كبيرة اسمها تبقى مقبرة الخالدين، علشان نعلي من شأن زعمائنا اللي يعني ضحوا لهذه الدولة على مدار العصور، ويبقى هناك مكان مجمع الناس تروح تشوفه وتبقى عارفة ان الزعيم ده عمل ايه للبلد. يعني ما اعتقدش ان في حد في مصر النهاردة، كلنا بنقرأ الزعيم احمد عرابي، لكن ما حدش ممكن كان يتخيل ان هي دي مقبرة هذا الزعيم الكبير. لكن هو ده، عشان كده كانت التوجيه يتعمل مكان على اعلى مستوى يبقى بيجمع كل يعني الخالدين والزعماء اللي كانوا موجودين في هذا الوطن، ويبقى مزار لينا كلنا عشان نفتخر بيهم. وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد استهل جولته التفقدية للقاهرة التاريخية بزيارة المقابر المطلة على شارع صلاح سالم، تنفيذا لتكلفة الرئيس السيسي بعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ مقبرة الخالدين. كما زار رئيس الوزراء مقبرة الزعيم الوطني أحمد عرابي، والتي لا تقع ضمن نطاق عملية نقل المقابر، ومن المخطط أن تخضع لأعمال الترميم. وزار أيضا عددا من المقابر الأثرية الأخرى لعدد من الشخصيات المعروفة تاريخيا.
تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، وأشار مدبولي إلى أن زيارة مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون تأتي بعد بدء إجراءات طرح الوحدات السكنية به، وذلك بهدف دفع العمل بباقي عناصره ومكوناته لسرعة الانتهاء منه، لكونه يساهم في إبراز هذه المنطقة بقلب القاهرة في صورة حضرية مميزة. كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع تطوير حدائق الفسطاط، موجها بالإسراع في تنفيذ مختلف الأعمال بالمشروع وبدء تشغيله في أقرب وقت، بما يتسق مع رؤية الدولة لتطوير الوجه الحضري بالقاهرة. كما تابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لأعمال الكشف والترميم عن الحفائر بمدينة الفسطاط الأثرية ونسب التنفيذ المحققة لمختلف مراحله، والذي يمثل استكمالا لجهود إبراز كنوز الحضارة المصرية بمختلف عصورها. كما تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تطوير منطقة طيب بحي السيدة زينب روضة السيدة إسنان، وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع يأتي استكمالا لجهود التطوير التي خضعت لها منطقة روضة السيدة واحد تل العقارب سابقا، وساهمت في تغيير الوجه الحضري لها بالكامل. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تطوير القاهرة التاريخية جزء أصيل من خطة الدولة للحفاظ على المناطق التاريخية والمباني العريقة وإعادة إحيائها لتغدو مقاصد سياحية مهمة. جاء ذلك خلال جولة اليوم بمحافظة القاهرة لمتابعة سير العمل بعدد من قطاعات التطوير. وبدأ رئيس الوزراء من بوابة الفتوح المؤدية إلى شارع المعز بمحيط مسجد الحسين، حيث تم استعراض نماذج للمباني التي تم تطويرها ضمن هذه المنطقة، وكذا متابعة أعمال إنشاء أحد الفنادق. كما صعد رئيس الوزراء أعلى مسجد الحاكم بأمر الله كنقطة مشاهدة لمتابعة أعمال التطوير، وكذا أعمال تطوير منطقة جنوب باب زويلة وحارة الروم. وللتعرف على المزيد حول جولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتفقده لعدد من مشروعات التطوير الحضرية بالقاهرة، تطلعنا على التفاصيل مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم. بعد التحية نتابع معكم تفاصيل الجولة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء بصحبة عدد من الوزراء والمسؤولين لتفقد عدد من المناطق بمنطقة القاهرة التاريخية، حيث كانت البداية مع تفقد عدد من المقابر المتواجدة في منطقة شارع صلاح سالم. قام بتفقدها رئيس مجلس الوزراء بصحبة الجولة المرافقة له والوزراء والمسؤولين، وجاءت هذه الزيارة بالتزامن مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الجهات المعنية لتقييم نقل المقابر من منطقتي الإمام الشافعي والسيدة نفيسة، وأيضا
تأسيس وإقامة مقبرة الخالدين، والتي سيتم نقل فيها رفات عدد من المؤثرين وأصحاب الإنجازات في التاريخ المصري لمكان لائق. ويعني تفاصيل هذه الزيارة جاءت بتفقد رئيس مجلس الوزراء هذه المقابر، والتي قامت أو غرقت هذه المقابر بفعل المياه الجوفية وأصبحت غير صالحة للاستخدام المخصص لها، وبالتالي جاء أيضا قرار النقل، حيث تقوم الدولة كما صرح رئيس مجلس الوزراء بإنشاء ما يقارب من 20,000 مقبرة بديلة. والخطة الموضوعة من قبل محافظة القاهرة برئاسة مجلس الوزراء هي تحويل هذه المنطقة، ولكن لطبيعة المنطقة لن يتم إقامة أي بناء كما أكد رئيس مجلس الوزراء، ولكن سيتم تخصيص هذه المنطقة لتحويلها لمساحات خضراء أو في إطار منظومة الطرق التي يتم إنشاؤها في هذه المنطقة. أيضا من المقرر أن يتم إنشاء متحف لنقل الشواهد الأثرية، وسيكون ذلك على يد يعني متخصصين لنقل الشواهد كما هي، وستكون بمثابة متحف سيتم زيارته من قبل المصريين والأجانب. أيضا استكمالا لهذه الجولة، تفقد رئيس مجلس الوزراء مشروع حدائق الفسطاط، وهو المقام على مساحة تتجاوز 500 فدانا ليكون أكبر متنفس طبيعي في وسط القاهرة ومصدر جذب أيضا سياحي مع الموقع الاستراتيجي لهذا المشروع. كما تفقد أيضا رئيس مجلس الوزراء في إطار هذه الجولة مشروع روضة السيدة المقام على مساحة بتصل إلى 7.5 فدانا، وبيضم عدد من الوحدات السكنية والتجارية. والمميز في هذا المشروع أنه بيحافظ على الطابع المعماري الإسلامي. أما كانت نهاية الجولة مع تفقد أيضا شارع المعز، وبقت هذا في إطار تفقد أو عملية تطوير منطقة القاهرة التاريخية وتحويلها لمنطقة جذب سياحي تليق بطبيعة هذه المنطقة التاريخية. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. We'll be right back.
والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. عقدت البعثة الطبية المصرية اجتماعا لوضع خطة التأمين الطبي خلال تفويج ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين إلى مناطق المشاعر المقدسة وخلال تواجدهم بها لأداء فريضة الحج. ويأتي ذلك بهدف توفير الخدمة العلاجية والوقائية بالمخيمات وتواجد الفرق الطبية بمستشفيات المشاعر لمتابعة الحالات المرضية الطارئة بها. في إطار العمل على توفير الخدمات العلاجية والوقائية خلال أداء ضيوف الرحمن فريضة الحج بمناطق المشاعر، كان اجتماع البعثة الطبية المصرية لوضع اللمسات الأخيرة لخطة توفير سبل الراحة والأمان للحجاج من خلال الخدمات العلاجية والوقائية لهم أثناء تفويجهم ووقوفهم بالمشاعر. وفرنا عيادات طبية مجهزة في عرفات وفي منى، وتم توفير أدوية فيها وتوفير فرق من الطب الوقائي لتوعية الحجاج المصريين بالمخيمات بتجنب الإصابة بالأمراض المعدية، وتوعية الحجاج لتجنب الإصابة بضربات الشمس، وتوفير فرق للمرور على المستشفيات بعرفة ومنى على للمرضى المصابين المصريين اللي بيكونوا محجوزين فيها أثناء تأدية المناسك. وبيتزامن مع ذلك تنسيق دائم ومستمر مع السلطات الصحية السعودية لضمان تصعيد المرضى المصريين المحجوزين بالمستشفيات السعودية لأداء مناسكهم بعرفات بمشيئة الله، وهيتم ده بإذن الله عن طريق تصعيد الحالات اللي حالاتهم بتسمح بسيارات إسعاف مجهزة بفرق طبية على صعيد عرفة، وكذلك بصات مجهزة بفرق طبية للحالات التي تسمح حالاتها بذلك. كما تواصل عيادات البعثة الطبية عملها على مدار الساعة لتوفير الخدمات العلاجية والدوائية لضيوف الرحمن. ما شاء الله السنة دي يعني غفيرة جدا وكتيرة جدا. معظم الحالات اللي جاية لنا هي عبارة عن ألام في العضلات وإجهاد عضلي وبعض الألام في العظام نتيجة المجهود بتاع العمرة والمشي أثناء المناسك. غير كده في بس تعرض لبعض التقلبات الجوية، ففي حلقات بسيطة من احتقان الحلق، بس دي معظم الحالات يعني. قبول واستحسان من قبل الحجاج المصريين لما يقدم لهم من خدمات علاجية ووقائية مجودة. عندي احتقان هنا في زوري، وعندي في برضو في الانف برضو مشكله عندي كده برد يعني. قال لي طب انت ما ابعد عن التكييف خالص، وكتب لي دواء للكحه ودواء للبرد. عندي احتقان في الزور، وجيت هنا قبل كده، والبعثه المصريه يعني مش قادر اقول لك يعني، ربنا يبارك لهم في اللي هم بيعملوه كله يعني. رفع درجة الاستعداد القصوى من قبل البعثة الطبية المصرية سواء على المستوى الطبي او الوقائي لتوفير خدمات صحية ضيوف الرحمن تصل لمستوى الرقي. محمد حلمي، التلفزيون المصري. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن ما يحدث من تطورات متسارعة في روسيا من خلال العصيان المسلح الذي قام به مؤسس مجموعة فاغنر يمثل طعنة في الظهر. وفي كلمة له أكد بوتين أن قوات فاغنر تم جرها إلى ما قال بأنها مغامرة إجرامية، لافتا إلى أنه سيتم الرد بشكل قوي وصارم على كل ما يهدد الدولة الروسية. كأي يوم تقليدي من أيام الحرب الروسية الأوكرانية، كان يمكن اليوم 23 من يونيو أن يمر مع بعض المستجدات الميدانية والسياسية المتعلقة بالأزمة. ورغم الاعتياد النسبي على حدة تصريحات مؤسس مجموعة فاغنر الروسية يفيجيني بريغوجين، إلا أن تصريحاته الأخيرة لم تكن عادية. تراشق حاد واتهامات متعددة بالتقصير وجهها بريغوجين إلى المسؤولين العسكريين الروس، حتى وصل الأمر إلى انتقاد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جراسيموف. وبعد ساعات من تصريحاته أعلن بريغوجين
استهداف القوات الروسية لقوات مجموعته في الخطوط الخلفية بأوكرانيا، مما أسفر عن مقتل عدد هائل من عناصره بحسب بيروغوجين الذي دعا إلى ما أسماها بانتفاضة على قيادة الجيش الروسي. من جانبها نفت روسيا اتهامات بريغوجين مطالبة مقاتلي فاغنر باعتقاله بتهمة الدعوة إلى تمرد مسلح في وقت لم يتأخر فيه مؤسس مجموعة فاغنر عن التحرك على الأرض، فأعلن السيطرة على مقر قيادة الجيش الروسي في مدينة روستوف بالإضافة إلى مواقع عسكرية أخرى، وهدد بالتوجه إلى موسكو ومواجهة كل من يعترض طريقه حتى النهاية دون أي استجابة للدعوات بإعادة النظر في موقفه. على الصعيد الداخلي انتفضت السلطات الأمنية والعسكرية ومن بينها جهاز الأمن الفيدرالي الذي قال إن تصريحات بريغوجين تمثل دعوة لبدء نزاع مسلح في البلاد، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن بريغوجين يحاول خداع واستدراج عناصر فاغنر إلى مغامرة إجرامية لم يتأخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التحرك للتعامل معها، فتوجه بكلمة وصف فيها تحرك مؤسس فاغنر بأنه طعنة في الظهر يجب التخلص منها بأسرع وقت في ظل المستجدات في أوكرانيا، متعهدا بالدفاع عن الدولة الروسية في وجه أي تهديد. كل التصرفات التي تقسم وحدة هذا التمرد على الشعب، على الرفاق في القتال الذين يقاتلون في الجبهة، وهذا تعنى في ظهرنا، لا نسمح لذلك بالتكرار، وسندافع عن دولتنا ومواطنينا عن أي من أمام أي التهديدات، بما في ذلك الخونة الداخلية، وما نواجهه اليوم هذا خونة. وفي ظل ارتباط الأزمة الروسية الأوكرانية بالوضع الداخلي في أي من الدولتين، فمن المؤكد أن موجة الأخذ والرد ما بين بريغوجين والمؤسسات الرسمية الروسية ستنعكس بشكل أو بآخر على المستجدات الميدانية في أوكرانيا بطريقة تحددها الأيام المقبلة. هذا وتولت ردود الفعل الدولية حول التطورات والمستجدات بشأن طبيعة ما يحدث في روسيا. We'll be right back.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن ضعف روسيا بات واضحا بعد التحرك الذي قام به مؤسس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين. وفي تصريحات له أضاف زيلنسكي أن الفوضى ستتفاقم داخل روسيا كلما أبقت موسكو على قوتها ومقاتليها في أوكرانيا لمدة أطول. إلى ذلك أعلنت القوات الجوية الأوكرانية تدمير 41 صاروخا من تراس كروز خلال هجوم جوي روسي على أوكرانيا. وأوضح الجيش الأوكراني أن القوات الروسية أطلقت 51 صاروخا وطائرتين مسيرتين على البلاد. ويأتي ذلك فيما أعلنت الداخلية الأوكرانية مقتل وإصابة 11 شخصا جراء هجوم روسي على العاصمة كييف. قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزينكوف قال إن برنامجا دوليا لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات F-16 قد يبدأ الشهر المقبل. وأعرب ريزينكوف عن أمله في أن يبدأ التدريب بمجرد الموافقة على البرنامج الذي يتم وضعه خلال الفترة الحالية. يأتي ذلك فيما تقود الدنمارك وهولندا العضوان في حلف شمال الأطلسي جهود تحالف دولي لتدريب الطيارين الأوكرانيين ودعم الكوادر وصيانة الطائرات وتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة. توقعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلن تراجع احتمالات وقوع الاقتصاد الأمريكي في دائرة الركود. قالت يلن إن الخطر ما زال قائما رغم تجديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسات المالية. أشارت وزيرة الخزانة إلى الحاجة لخفض الإنفاق حتى يمكن السيطرة على التضخم، مؤكدة أن المؤشر الرئيسي للأسعار مرتفع للغاية. وأضافت يلن أن التضخم انخفض في الواقع كثيرا بفضل التعديلات التي يشهدها سوق العقارات. يعتزم بنك إنجلترا بيع سندات حكومية بريطانية بقيمة 7 مليارات و110 ملايين جنيه استرليني في الربع المالي المقبل من العام الجاري، مقارنة بالمخطط البالغ قيمته 9 مليارات و260 مليون جنيه استرليني. هذا ومن المرجح أن تبدأ المزادات في 3 يوليو القادم بواقع 3 مزادات لكل شريحة استحقاق. دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سليفان إسرائيل إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لاستعادة الهدوء وخفض التصعيد. وأعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي تساحي هيجين عن قلق الولايات المتحدة من اعتداءات المستوطنين الأخيرة ضد المدنيين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم في الضفة الغربية، كما شدد على أهمية محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، داعيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية التي تؤجج التوتر. نور
استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم إطلاقه النار عند حجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس المحتلة. كما استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أسرة الشهيد الفلسطيني وطلبتهم بالتوجه لمركز التحقيق في المسكوبية لاستكمال التحقيقات. اختتم المبعوث الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية الأسبق جان إيف لادريان زيارته إلى لبنان بلقاء وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله أبو حبيب. وجرى استعراض نتائج اللقاءات التي عقدها المبعوث الفرنسي مع مختلف الأطراف اللبنانية على مدار الأيام الثلاثة الماضية. كان لادريان قد وصل إلى بيروت يوم الأربعاء الماضي في زيارته الأولى للبنان بعد تكليفه بمهمة المبعوث الرئاسي الفرنسي للبنان من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. دعا مجلس الأمن الدولي لوقف القتال في السودان وحماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السودان ودول المجاورة ودعم العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية واحترام القانون الدولي الإنساني. وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن الشركاء يقومون بتسليم الإمدادات الطبية وتقديم الدعم للمنشآت الصحية. Concern developments in Sierra Leone in the run-up to the 24th of June elections. He calls on all political actors. يتواصل توافد المصريين وبعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من أسوان مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، صف لنا أوضاع الوافدين من الأراضي السودانية. نعم هبة، بعد التحية، يعني على مدار أكثر من شهرين تستمر الجهود المصرية في استقبال المصريين والسودانيين والرعاية الأجانب الوافدين عبر معبري قسطل وأرقين. كل الخدمات تقدم لكل الوافدين منذ بدء الاشتباكات في السودان وتقدم لهم كل الحقوق وكل الخدمات. هذه الخدمات وهذه الحقوق تبدأ بمجرد أن يعني تطأ قدماهم معبر قسطل بعد الانتهاء من كل الإجراءات في وادي حلفة وتقديم أيضا التسهيلات وتقديم الأجهزة الإلكترونية المختلفة في القنصلية المصرية في وادي حلفة للانتهاء من كل إجراءاتهم من التأشيرة الإلكترونية أيضا الجوازات. وبمجرد أن يصلوا إلى بوابة معبر قسطل تستقبلهم الأجهزة المصرية المختلفة وسلطات ميناء معبر قسطل تحديدا لقربه من وادي حلفة، وأيضا يتمتعوا بكل الخدمات من الخدمات الصحية وأيضا الخدمات اللوجستية. على مدار أكثر من شهرين قدمت مصر ملحمة وطنية تضافر فيها كل الأجهزة الوطنية في محافظة أسوان لتقديم كل خدماتها للوافدين. نتحدث عن الخدمات الصحية وهي أهم الخدمات التي تمتع بها الوافدين السودانيين منذ بدء الاشتباكات في السودان ومنذ توافدهم على معبر قسطل وأرقين. الخدمات الصحية المتمثلة في النقطة الثابتة للهلال الأحمر التي تقدم كل خدماتها الطبية، وأيضا الحجر الصحي للإطمئنان على عدم إصابتهم بأي أمراض، وأيضا تقديم التسهيلات المختلفة في مكتب الجوازات ومضاعفة الأطقم العاملة لتسهيل الإجراءات وتقديم أيضا حقائب النظافة الشخصية. وهذا
وهذا بمشاركة وتعاون كل المنظمات الدولية التي أشادت بالدور المصري في استقبال الوافدين السودانيين وفي حفاوة الاستقبال، وأيضا تسهيل السلطات المصرية العمل لهذه المنظمات للتعاون مع مصر وجمعية الهلال الأحمر لتقديم خدماتها. ثم بمجرد الخروج من معبر قسطل تستقبلهم العبارات التابعة لمحافظة أسوان والقوات المسلحة المصرية، ونؤكد على أن محافظة أسوان قد استحدثت عبارة ثانية استيعاب الأعداد المتزايدة الوافدة من خلال معبر قسطل، ومن خلال مرسى حجر الشمس يتم التوجه بهذه العبارات إلى مرسى وميناء أبو سمبل النهري، وهنا تتجسد ملحمة وطنية أخرى في المبادرات المجتمعية التي يقدمها أهالي مدينة أبو سمبل في توفير كل الحافلات التي تنقل الوافدين السودانيين، وأيضا الخدمات الصحية التي تقدم لهم في سيارات الإسعاف التي تجوب المدينة وتتواجد، وأيضا مستشفى أبو سمبل الدولي، ثم بالإضافة إلى الخدمات الأخرى الموجودة في محافظة أسوان. نتحدث عن النقطة الأولى التي تستقبلهم موقف كركر الدولي، هذه النقطة التي تقدم كل الخدمات أيضا الصحية والدعم النفسي، وأيضا توفير الحافلات التي تنقلهم إلى محطة سكك حديد مصر. وهنا نقطة أخرى، يتم توفير عدد من المقاعد في القطارات، نتحدث عن 4000 مقعد يوميا في 6 قطارات، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدم في المستشفيات، مستشفى جامعة أسوان ومستشفى أسوان التخصصي. نتحدث عن تم تقديم أكثر من 300 حالة، وأيضا غسيل كلوي وعمليات جراحية كبرى ومتوسطة. فنتحدث على أن هذه الملحمة وهذه الجهود المصرية تسير على قدم وساق من السلطات المصرية للوافدين من الأراضي السودانية. أشكرك على هذه الصورة المتكاملة. محمود جميل كنت معي من أسوان. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. ناقش الحوار الوطني موضوعات لجان المحور المجتمعي، ومن ضمنها مستقبل الثقافة في مصر، والذي لا يعد عنوان جلسة فقط ولكنه يعد رؤية لما سيتم قراءته. كما تمت مناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، هذا وقد تم توجيه دعوة للجميع للمساهمة في قراءة المشهد الثقافي والفني الحالي، وكيف أثر على قيمنا وسلوكنا ومبادئنا الأساسية، وكذلك المشاركة في البناء ورسم المستقبل. قال الكاتب والروائي يوسف القعيد إن هناك حاجة لإدراك مفهوم ودلالة الثقافة داخل المجتمع. أوضح القعيد أن الثقافة تعد سر استمرار مصر باعتبارها صاحبة أقدم دولة في التاريخ، ومؤكدا أن مصر دولة لها دور ثقافي يجب الفخر والاعتزاز به. كلمة الثقافة كلمة عامة يستخدمها المصريين كثيرا جدا دون إدراك لمفهومها ودلالتها وأولوياتها اللي بتفرضها علينا. فمهم جدا ان احنا نفهم لغويا ايه الثقافة، لان الثقافة مش مجرد قصص واشعار ومسرحيات وروايات ومقالات نقدية. الثقافة نمط حياة، شكل من اشكال الحياة، الثقافة روح هذا الشعب. وانا رأي الثقافة هي سر استمرار مصر باعتبارها صاحبة أقدم دولة في التاريخ، القرن العشرين قبل الميلاد والقرن العشرين بعد الميلاد، وإحنا في القرن الاثنين والعشرين. حاجة ضخمة وحاجة عملاقة وحاجة غير عادية. فمصر دولة دور ثقافي، ويجب أن احنا نحرص على ده ونؤكده ونعتبره مسار لفخرنا واعتزازنا.
أكدت دعاء زهران أمينة التدريب والتثقيف بحزب مصر أكتوبر ضرورة مواجهة العنف الأسري. أشارت زهران إلى أن الحزب قدم أمام الحوار الوطني مقترحا بإنشاء الاستراتيجية الوطنية لدعم المرأة في مواجهة العنف الأسري. مقترحات في تعديل قانون العقوبات المادة 242 والمادة 243، ان احنا يعني يكون في اقصى عقوبة على الافراد اللي بتقوم بالعنف الاسري سواء على السيدات او على الابناء. نعم، النهارده كمان اتكلمنا في مجموعة من المقترحات كان من أهمها نشر الوعي الثقافي والإعلامي، ويكون من خلال الإعلام في مبادرة لمواجهة العنف الأسري وخصوصا على الزوجة والأطفال. كما أكدت الفنانة منيا رئيسة لجنة الفنون في حزب الجيل الديمقراطي أهمية دور الثقافة في تشكيل الهوية الوطنية والحفاظ عليها، وشددت على الاهتمام بتراث مبنى الإذاعة والتلفزيون باعتباره صرح كبير يضم أعمالا فنية أسهمت في تشكيل الوعي. أهم ملف جايبينه النهاردة نتكلم فيه وهو مصنع النجوم التلفزيون المصري، ونرفع له شابوه ونحترمه كلنا، هو اللي ربانا وهو المصنع الحقيقي اللي بيقدمنا وهيفضل يقدمنا، وتراثه السري اللي موجود اللي محتاجين جدا ان احنا نهتم بيه، سوشيال ميديا نهتم بيه من جميع الجوانب اللي المفروض في هذا التطور تكون موجودة. فأنا جاية مع حزب جيل الديمقراطي كرئيس لجنة الفنون ان احنا بنقدم ملف وبنحاول نقدم الموضوع من خلال القوى الناعمة ومن خلال الإعلام والثقافة ودورها الهام جدا في تشكيل والحفاظ على الهوية الوطنية. قال أمين التدريب والتثقيف بحزب حماة الوطن عمرو حسين إنه يجب أن يكون هناك مشروع ثقافي يضم المواطنين لزيادة الوعي واكتشاف المبدعين. أشار أمين التدريب والتثقيف بحزب حماة الوطن إلى أن مصر تعد منبعا للثقافة والأجيال الموهوبة. النهارده سعدت جدا بالمشاركه في جلسه الهويه الثقافيه ومستقبل الثقافه في مصر، في ظل ان احنا دوله 30 يونيو وصوره 30 يونيو والطريق نحو الجمهوريه الجديده ودوله البناء والتشييد، واجب ان يكون في مشروع ثقافي يضم جميع المواطنين في كل انحاء مصر سواء القرى او المدن لزياده الوعي وزياده واكتشاف المواهب واكتشاف المبدعين، لان مصر دايما بلد المناره وبلد الثقافة وهي اللي بتصدر الثقافة للخارج. نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول مخرجات وقضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني. تناولت الجلسة الأولى من الصالون قضية العنف الأسري والأسباب وسبل المواجهة، كما تطرق الصالون الثقافي لقضية المؤسسات الثقافية وكيفية تعظيم الاستفادة منها. معاملة ممكن يكون عنف بعدم الاحترام، ممكن يكون عنف بعدم الانصياع. العراقيل اللي موجودة للثقافة ايه هي؟ انا يعني حاليا انا مش بنافس بشكل محلي، انا داخل جمهورية مصر العربية، انا حاليا بقيت بنافس بشكل دولي وعالمي، جاي ليا يعني تطورات ومتغيرات كثيرة جدا جدا مطلوب مني ان انا اواجهها او انخرط فيها. طيب هل هي مناسبة للمجتمع اللي انا فيه ولا لا؟ هل هي مناسبة لثقافتي ومش هتأثر على هويتي او لا؟ هو ده التحدي من اكبر التحديات، وهي مواكبة التغيرات اللي بتجيلي من كل العالم ومن كل المنافذ المفتوحة اللي بتدخل لي هنا كمواطن مصري داخل عزب ونجوع وقرى مش بس مقتصرة على مدن. صور الثقافة عندها القدرة على انتاج او ان هي تتعاون مع حرفيين في الحرف التراثية اقصد يعني، لكن ما عندهاش قانونها لا يسمح ببيع هذه الحرف، ببيع المنتجات يعني. أصول الثقافة في كمان بيوت ثقافة وفي مكتبات، المكتبات مش من حقها ان هي يعني يبقى عندها كتب جديدة، لان القانون بيمنعها من ان هي باللفظ الحكومي اللي هو تكهين يعني، القانون بيمنعها من تكهين الكتب القديمة، فإذا فات سنتين أو ثلاثة على الكتب وأصبح في كتب جديدة عايز أدخلها ما أقدرش أطلع الكتب القديمة. هذه الأمور كلها لابد ان احنا قبل ما نتكلم عن ان قصور الثقافه فيها قصور، لان دايما يعني انا بحب اقول دايما ان قصور الثقافه اصبحت معبر عن قصور الثقافه. فيما يتعلق بفكره الوسائل الحديثه للاعلام وللثقافه، احنا محتاجين هنا نفرق بين حاجتين، بين انه في وسيله اضافيه بقت موجوده
وده يساعدني ولازم استغله، لازم سواء في الثقافه. طبعا الثقافه والاعلام في ارتباط دائم، يعني دي حاجه مش عمرها ما هتتفك يعني. فالوسائل الاضافيه التكنولوجيه دي تفيدني ان انا اوصل لناس بشكل مختلف عن الوسائل التقليديه اللي انا بوصل. يعني مثلا قصور الثقافه هتبقى بكامل طاقتها شغاله بكامل طاقتها، بس انا برضو عايز اوصل بالمنتج ده لناس وهي على الموبايل، مفيش مشكله، بس اشغل قصور الثقافه بكامل طاقتها الاول علشان تبقى موجوده وبتعمل دورها، وبعد كده اوصل لناس تانية بقى من خلال، او اوصل بشكل اكبر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او التكنولوجيا الحديثه. لو انت مربي الناس الشباب اللي طالعين جديد على فكره احترام حقوق الملكيه الفكريه وحاطط رادع قوي لاي حد يخالف ده، هو هيطلع متاسس صح، هيطلع عارف يعني ده لا هنا خط احمر، هنا لا، لما انا ما ينفعش اتعدى على حقوق غيري، الموضوع مش سهل كده، الموضوع ليه حساب. وزي ما سمعت امبارح برضو كان اتكلم السيد رئيس الجلسه، اتكلم عن ان في قانون بيعد مؤخرا، يعني اتمنى انه يكون في الردع اللي يقفل الباب ده نهائي، لانه فعلا مشكله من اكبر المشاكل موضوع الملكيه الفكريه. أعلنت مؤسسة حياة كريمة تجهيز 50 عروسا من المقبلات على الزواج من مواطني محافظة جنوب سيناء بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. هذا وتم توزيع الأجهزة وسط فرحة كبيرة لأهالي المستفيدات بمشاركة فعالة من عدد من المتطوعين. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، تم تنفيذ 448 مشروعا بسبعة مراكز بمحافظة أسيوط ضمن المبادرة الرئاسية. تضم المشروعات المخططة والجاري تنفيذها حاليا بمحافظة أسيوط أعمال تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة في 153 قرية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم إنهاء الأعمال وإطلاق التيار في 56 قرية. هذا وتشهد المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة إقامة مشروعات تستهدف 25 مركزا في 10 محافظات وتضم 741 قرية وتوابعها، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عمارات سكن كريم للمواطنين. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا عدم إصدار أي قرارات بهذا الشأن. وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون إلغاء، مع تقديم كافة خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان، مشيرا إلى أنه تم إصدار نحو 1,184,000 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 5,742,611,000 جنيه، وذلك خلال الفترة من الأول من يناير وحتى الأول من مايو هذا العام. قام وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا بافتتاح محطة التموين المتكاملة غازتاك لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، وذلك بمنطقة وسط البلد بالقاهرة. جاء ذلك في إطار الخطط القومية للدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. استكمالا للخطة اللي بدأناها في التركيز على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كجزء من الخدمات المؤدية للمواطنين كوقود بديل من ضمن الاختيارات للعملاء وقائدي السيارات، يبقى عندهم بنزين وعندهم سولار وكمان عندهم غاز طبيعي، فيبقى ميزة الغاز الطبيعي ان هو زي ما اتفقنا ان هو سعره ارخص
وكانت الفكرة ان احنا نحاول نخلي كمان ان هو متوافر في كل المحافظات وفي كل الطرق وفي كل المحطات. زي ما بندخل محطة بنلاقي بنزين 80 و92 و95 وبنلاقي سولار، كمان عايزين ندخل نلاقي غاز طبيعي. ده اللي احنا بنعمله، وبناء عليه في اخر 3 سنين الحمد لله باستهداف 1000 محطة الحمد لله احنا النهاردة نقدر نقول ان احنا 1000 محطة خلاص اتحددوا وبنشتغل فيهم كله. النهاردة احنا يمكن تجاوزنا 750 محطة شغالة بتقدم خدمة غاز طبيعي مضغوط للسيارات في كل محافظات الجمهورية. التحويل عندنا حاليا دلوقتي عندنا مركز التحويل منتشرة على مستوى الجمهورية بالكامل، ما عادش بقت متيسرة جدا. العربية أثناء التحويل بتقعد لها من 2 لـ3 ساعات. عملية التحويل أساسا إن احنا ما بنضيف حاجات، ما بنشيلش حاجات من المكنة، والتحويل العميل بيتبسط جدا، بيمشي بنزين زي بيمشي غاز كأنه بنزين بالظبط، مفيش أي مشاكل خالص. العربية سلاسة في الأداء، وزيت زي طبعا مميزات التحويل اللي احنا عارفينها كلها، مميزات التحويل بتاعة الغاز، التوفير حوالي تلت القيمة بتاعتها، بتوفر حوالي التلتين، والتلت أنت بتشتغل بيه في القواقود. الموضوع ميسر جدا، واللي بيحول فعلا غاز ما بيتلاش اي مشاكل خالص 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 في عمليه التحويل. الغاز زي ريت البنزين بالظبط، وبيوفر اقل في المشي وفي كل حاجه وفي استهلاكه. التاثير بتاع الغاز كويس جدا، هو زيه زي البنزين بالظبط، ما فيش اي فرق، وفي نفس السرعه وفي نفس السحب وفي نفس كل حاجه، والخدمات متوفره جدا هنا في المحطه، والدنيا كلها متوفره، وطاقم الفنيين هنا كويسين جدا، يعني وقت بنحتاجهم بنلاقيهم موجودين في المكان معنا هنا، والدنيا تمام. التقى وفد المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بعدد من ممثلي الشركة الهندية في بومباي، وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص المنطقة الاقتصادية على استقطاب عدد من الاستثمارات الهندية بشرق بورسعيد ضمن استراتيجية الدولة والتوجه نحو تصنيع الوسائل صديقة للبيئة. ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند ارتفعت لتسجل 6 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 5.3 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع تقدر ب 13.7%. ختام النشرة تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. خلال جولة تفقدية، رئيس الوزراء يؤكد حرص الدولة على تطوير القاهرة التاريخية دون المساس بتراثها. الرئيس الروسي يتعهد بالقضاء على العصيان المسلح لمؤسس قوات فاغنر وترقب في الأوساط الدولية للتطورات. مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف القتال في السودان وحماية المدنيين. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة، شكرا لكم وإلى اللقاء.